أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواقع الذي تعيشه الأمة الآن داخليا وخارجيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وحيثما أجلت ببصرك تجد الواقع، تجد واقع الأمة واقعا شديدا حجمه، وستجد أن حجم المحنة عظيم، وأن الابتلاءات التي تمر بها الأمة وهذه الاختبارات هي اختبارات عظيمة. والمؤمن لا يقف دائما عند الظواهر وعندما ينظر بعين البصيرة، وهكذا علمنا الله سبحانه وتعالى ألا نقف عند ظواهر الأمور فحسب. والأحداث التي في سورة الكهف، خلق السفينة، خلق السفينة، قتل الغلام، وبناء الجدار في قرية أيتام، كل هذه يعني تنبئنا بذلك، بأن الأمور لا تجري على الظواهر التي يراها الناس، وإنما من وراء هذه الظواهر حقائق يعلمها علام الغيوب ويدركها أرباب البصائر. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام في المحنة التي مرت عليه، وأثنى الله عز وجل على سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كانت سورة يوسف وقصة يوسف عليه السلام من أحسن القصص، أنها من محنة إلى محنة إلى محنة إلى منحة وتمكين. فكانت النعم أرادها الله عز وجل، أوصلها الله عز وجل ليوسف في صورة المنح وفي صورة محن. هي محنة طرها محنة لكنها منح. ولذلك في يعني لما جمع الله عز وجل ويعني وهبه الله تبارك وتعالى الملك وجمعه بأبويه وإخوته، نعم، أثنى يوسف عليه الصلاة والسلام على رب العزة سبحانه وتعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقبلها قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ومن معاني اسم الله تعالى اللطيف سبحانه وتعالى أنه يوصل لعباده النعم في صورة خفية قد لا يدركونها. نعم، إذن ليس كل محنة هي نقمة أبدا، أحيانا بتكون النعم في صورة محن، وأحيانا بتكون المنح في صورة محن، وأحيانا تكون النقم في صورة نعم، أحيانا تكون النقم في صورة نعم. فإذا أولى الله عز وجل عبدا من عباده أو أمة من الأمم بنعمة من النعم ثم لم يقوموا بحق هذه النعمة، بل صرفوا هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى وفي التكبر في الأرض وفي العلو في الأرض، فلتعلم بأن هذه ليست نعمة وإنما هي نقمة في صورة نعمة. عندما يعطيك الله جل وعلا وقتا وفراغا ثم لا تستثمر هذا الفراغ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان، والحديث في الصحيح، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذه نعمتان من أجل النعم بعد نعم الإيمان، لكن كثير من الناس يغبنون في هذه النعم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. عندما تكون عندك صحة وعندك قوة و
ولا تستعملوا هذه القوة وهذه النعمة العظيمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، بل قد يستعملها البعض في معصية الله سبحانه وتعالى ويستطيلون بها على عباد الله. يبقى لتعلم أن هذه الصحة ليست نعمة في حق هذا، وإنما هي نقمة في صورة نعمة. وعندما تجد مؤمنا يستعمل هذه الصحة في مرضات الله عز وجل ويفني جسده وعمره في مرضات الله عز وجل، فتعلم أن هذه فعلا نعمة. الصحة هنا نعمة. عندما يعطيك الله جل وعلا فراغا، تجد كثيرا من الناس يستخدمون يكفرون بهذه النعمة، نعمة الفراغ، فيصرفون أوقاتهم في معصية الله ويعمرون أوقاتهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، يدنسون هذه الأوقات بمعصية الله جل وعلا. يبقى هذه هو مخبون في هذه النعمة. لكن عندما ترى مؤمنا يستعين بالله سبحانه وتعالى ويشكر هذه النعمة ويفني عمره في مرضات الله عز وجل وفي طاعته سبحانه وتعالى، يبقى تعلم بهذه النعمة. إذن من هذا العرض من المهم جدا عندما ننظر إلى الواقع الذي نحن فيه الآن، ننظر إليه بعين الثقة في الله سبحانه وتعالى، وننظر إليه بعين اليقين والنظر إلى الحقائق دون المظاهر. ليس هناك في هذه الدنيا تمكين بلا ابتلاء. الشافعي رحمه الله سئل: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينامون بالسلاح ويقومون في السلاح وينامون في خوف ويقومون في خوف، ولم يمض الزمن إلا وقد نصرهم الله عز وجل وعزهم الله سبحانه وتعالى. إذن مثل هذا الواقع الذي نحن فيه الآن، هذه أوقات محنة وهذه أوقات شدة. يعقوب بإذن الله جل وعلا وعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القبر مع الكرب، وأن العسر مع اليسر. إذن يعقوبها بإذن الله سبحانه وتعالى، يعقوبها بإذن الله جل وعلا تمكين لهذه الأمة. ولذلك لا تجعلنا هذه المظاهر نصاب بشيء من الإحباط وشيء من اليأس. والإحباط والقنوط واليأس ليست من خصال الإيمان. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما خصال الإيمان في أحلج المواقف، في أحلج المواقف تتعلمها، تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بلهجة الواثق وقلبه وفؤاده الذي استنار بمحبة الله عز وجل وينظر إلى الحقائق وليس إلى المظاهر، يقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما؟ وينزل القرآن: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن هذه المحطة الأولى، دائما تكون وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله عز وجل، يقينك لا يتزعزع في الله سبحانه وتعالى مهما اشتدت المحن ومهما ادلهمت الخطوب ومهما اشتد ومهما عظمت الكروب، ثقتك في الله سبحانه وتعالى، لأن زمام الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ. ولتعلم أن أوقات المحن يقدرها الله سبحانه وتعالى حتى يستخرج من المؤمنين العبوديات. فكما أنه تجب عليهم عبودية في السراء وهي عبودية الشكر، هناك عبوديات أخرى في الضراء وهي عبودية الصبر. وكل من الشكر والصبر نصف الإيمان، كل منهما نصف الإيمان، فالإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. فهذه المحطة الأولى الذي ينبغي أن نقف عليها حتى لا يعني تأخذنا الأحداث ولا تأخذنا الأمور ونظن أن المسألة قد خرجت عن لا. كل من وراء هذا بإذن الله جل وعلا آلام كثيرة جدا في الشام، آلام مبرحة، عالم كل تحزب العالم شرقا وغربا على هؤلاء المستضعفين، وهم يتاجرون الآن بدماء هؤلاء المستضعفين. ولكن
ولكن ألا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه: إن الله تكفل لي بالشام وأهله، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو دويس الخولاني: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ونحن نثق في الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء في كنف الله مهما اجتمع عليهم من بأقطاره، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وأنت تتعجب كيف يقف هؤلاء المستضعفون الآن بلا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معين إلا الله. آية من آيات الله. العالم قوى، العالم قوى الشر، كل قوى الشر جميعها اجتمعت على 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 المسلمين، ومع ذلك سبحان الله من آيات. فهنا هذا النقطة الأولى التي ينبغي أن نقف عليها، حسن الظن بالله، الثقة به واليقين. لأن لماذا أكلمكم في هذا المعنى؟ لأن كل واحد منكم وراءه من وراءه من الناس. وفي العجيب وفي الحقيقة أنك قد تتخيل نفسك فردا واحدا، وفي الحقيقة أنت لست فردا واحدا، هناك من يقتدي بك، وهناك من ينظر إليك، وهناك من يتابعك. وعلى ذلك على حسب الحالة، على حسب الإيمان الذي أنت عليه، وعلى حسب الثقة في الله، وعلى حسب الطمأنينة في الله جل وعلا، سوف توزع رسائل على الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينما كان كما قال ابن القيم: كنا إذا ساءت بنا الظنون واشتدت بنا الأمور أتيناه، فما هو إلا أن رأيناه. سبحان الله، يعني مجرد أن هم يروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مجرد أن هم يروا هكذا يذهب كثير مما في قلوبهم. وهذا يعني هنا القدوة والأسوة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يعني كنا إذا حمي الوطيس اتقينا به عليه الصلاة والسلام، وإن الشجاع منا للذي يحازي النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أنت عندما تكون على ثقة في الله سبحانه وتعالى وعلى طمأنينة، فأنت تبحث رسائل للناس، تبحث رسائل الثقة في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن به، وتبحث رسائل تنفي سوء الظن بالله عز وجل. وسوء الظن بالله من سمات المنافقين، ليس من خصال أهل الإيمان. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن المؤمنون يوم الأحزاب ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب اجتمع عليهم من قبائل العرب من مراد وغطفان وقريش وجميع القبائل، ولا شطار اجتمع عليهم من جميع القبائل، ماذا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية، وهي ما الذي يجب علينا حين يعني في مواجهة هذه الفتن وفي مجابهتها، كيف نواجه هذه المحن وهذه المصائب وهذه الآلام؟ لا تستطيع أن تواجه هذه الفتن وهذه بعد وهذه يعني الابتلاءات وهذه الاختبارات وهذه العظائم التي نراها الآن. أولا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ليس لها من دون الله كشفا. استعان بالله عز وجل. يوسف عليه السلام عندما ابتلي بما ابتلي به يعني وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. أول شيء قال معاذ الله، استعاذ بالله سبحانه وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سبحان الله، لجأ لله سبحانه وتعالى هو أول شيء. موسى عليه الصلاة والسلام فلما طراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أول شيء إن معي ربي سيهدين. ما الذي حدث؟ خلق الله عز وجل موسى الكون، نعم، فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فمن فلق فكان كل فلك كالطود العظيم. استعان بالله سبحانه وتعالى ولا تصم بجنابه سبحانه وتعالى. إذن يعني مواجهة الفتن وأوقات أوقات الأزمات، يعني إدارة الأزمة ليست كإدارة الظروف العادية. عندما تكون هناك أزمات يبقى تحتاج إلى إدارة أزمة،
وليست الى اضاءه يعني تناسب اي وقت، لكن اضاءه تناسب اوقات الازمه. فانت في اوقات الازمات والمحن بعد الاستعانه تحتاج اولا الى استعانه بالله سبحانه وتعالى حتى تستطيع مقاومه هذه المحن وهذه الابتلاءات. وسبحانه وتعالى كريم، يعني من الذي دعاها فرده او استغاثها فخجله او فض اليه فطرده؟ سبحانه وتعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ليس هناك من يجيب المضطر ولا يكشف السوء الا الله سبحانه وتعالى. اذا استعان بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، احتاج اوقات المحن والابتلاءات تحتاج الى ان تكون لديك بصيره تبصر بها الامور على حقائقها. وهذه البصيره نعمه من الله سبحانه وتعالى، وليس كل من اتاه الله بصرا اتاه الله بصيره، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه البصيره هي محض هبه من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الهبة لها مقوماتها ولها أسبابها. فالعلم هو من أعظم الأسباب التي يعني ينفع الله عز وجل به العبد ويزيل به غشاوة الأبصار، نعم، ويعني يطهر الله عز وجل به القلوب. ولذلك دائما في أوقات المحن التي لا تستطيع أن تجابه هذه المحن والابتلاءات بشيء من العاطفة، العاطفة هنا قد تخونك كما خانت أقواما. العاطفة التي لا تنضبط بضوابط الشريعة تخون صاحبها، وهي في الجملة تجني على صاحبها وأكثر مما يعني تفيد في ذلك، لأن العاطفة التي تنفع هي العاطفة التي تنضبط بضوابط الشرع. وأنتم الحمد لله أنتم طلبة علم الحمد لله وانتهيتم من المعهد، ولكن هذا بقى هو المربط القصيد والذي جمعناكم لأجله. إذا كان العلم هو السلاح الذي ينفعك الله سبحانه وتعالى به، ويعني يكون سببا من الأسباب التي يمن الله جل وعلا بها على العبد بالبصيرة، فأنتم الحمد لله انتهيتم من المعهد. طيب، وبعد انتهائكم من المعهد قد يكون الكثير منكم لا صلة له بالعلم الآن، وهذا هو أكبر خطأ. وهذا ونحن لم نقصد هذا أبدا، نحن قصدنا أن نضع أقدامك على الطريق فتواصل المسير وتواصل العطاء، والأوقات التي قضيتها هنا متعلما تواصل بعد ذلك. أنتم تعلمون قالت كثير من السلف مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع المحابر إلى المقابر ومع المحبرة إلى المقبرة. فلا ينفك الإنسان أبدا عن طلب العلم وزيادة في الطلب، وهذا العلم يثمر عندك يقينا في قلبك وثقة بالله سبحانه وتعالى، أنك تزداد علما بالله عز وجل. وكلما زدت علما بالله جل وعلا علمت ما يجب له من الجلال ومن الكمال ومن التعظيم ومن الهيبة ومن مراعاة أمره ونهيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا نعت العلماء. وبالتالي كان هناك التفكير معكم بالنسبة لمجموعتكم أننا نحاول نواصل بفضل الله الطريق ونحيي مرة ثانية الطلب ونحيي فيكم المواصلة طلب العلم وأنك تواصل الطريق، لأن العلم يا إخواني العلم تراكمي. إياك أن يعني أن تظن أن العلم أنك مجرد أنك حصلت كتابا أو كتابين أو كذا أو أنك حصلت العلم، لا، العلم تراكمي. يعني كلما إحنا علمنا الشيخ ابن عثيمين، متى عرفنا الشيخ ابن عثيمين يا حمد؟ عرفناه في شابه، هو شاب صغير. الشيخ ابن عثيمين طوال عمره يطلب العلم منذ أن كان صغيرا، لكننا لم نعلم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، ولم يظهر صيته ولم يدع صيته ولم يبزغ نجمه إلا بعد الشيخ ابن عثيمين اللي لحق بيضته حتى طول عمره، ولا لا طول عمره. كذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فهكذا. فلذلك نحن أردنا أن احنا نواصل معكم الطريق، واخترنا يوم الخميس أيضا، لأن يوم الخميس ممكن يكون مناسبا
احنا اختلفنا في اليوم، ما هو اليوم اللي هيكون مناسب لاخواننا؟ قلنا يوم الخميس يعقوب وجمعه، فبعض اخواننا اعتبر قال طب ما قلتش في اخوه كثير عندهم خطابه وهاد يخطبون. طيب احنا هنجلس فقط، احنا بنجلس بين المغرب والعشاء او على حسب ما نتفق، يعني هي ساعه او ما ذلك، وهي وقت اسبوعي. لكن هذا من فوائد هذه الجلسه اللي احنا هنعملها ان شاء الله، وهيكون في دراسه منهجيه، بس انا لا اكلمكم فيها الان. نعم، يعني من الاسبوع المقبل ان شاء الله هيكون في دراسه منهجيه لكم اضافه لكم، وهذه الدراسة من شأنها أن تسيف فيك بفضل الله مرة ثانية للطلب والتعلم. نعم، ثانيا هنستفيد منكم، قد نستفيد منكم أو من بعضكم في أعمال في الدعوة. صحيح كل واحد منكم الحمد لله بيعمل، والمفروض هذا أن احنا أن أنت كل واحد منكم يكون على ثغرة ويحاول أن ينشر هذا العلم اللي أنت قضيت فيه سنوات، تنشر هذا العلم. وقد نستفيد منكم مثلا في المعهد، أو نستفيد من بعضكم في المعهد بأنواع من الاستفادات، هذه كلها من بركات هذا الاجتماع. ولذلك يعني مثل هذه الجلسات هتكون بإذن الله سبحانه وتعالى دورية إن شاء الله، يعني أسبوعية كل يوم خميس بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتكون فيها دراسة منهجية، مش مجرد أن احنا هذه جلسة هذه كلمة افتتاحية لكم، لكن هيكون إن شاء الله بإذن الله جل وعلا هناك دراسة منهجية. نحن نحتاج منكم الى تفاعل معنا، كل واحد منكم يعطينا اقتراحاته بعد ذلك، بحيث ان انتم يكون انت مشارك، يعني تكونوا مشاركين معنا في القرار ومشاركين. انتم الحمد لله الان ناس كبار، ويعني عندكم شيء من العلم، يعني خضتم معنا سنوات طوال، فنحتاج الى مشاركتكم معنا في الرأي، ومشاركة في كيف نحاول مرة ثانية نعيد اللحمة ونستعيد الطلب مرة ثانية ونواصل الطريق، لكن تواصلوا بدراسة أقوى، بدراسة منهجية أخرى. وكذلك مع هذه الدراسة نستفيد من بعضكم في المعهد العلمي بأنواع من الاستفادات سوف نعلمكم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون العطاء عندك مسيرة عطاء دائما، مسيرة عطائك لا تقف عند شيء إلا عند الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الدنيا يا إخواني ليست دار راحة ولا دار أن أنت تعطي فيها لنفسك يعني السعة والعنان، لا، الدنيا دار ابتلاء ودار محنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يسأل يعني متى الراحة، قال عند أول قدم في الجنة، لما عندما تحط رحالك أول ما تحطها في الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يأسرنا وإياكم بهداه، نجمعنا وإياكم في الدوس الأعلى كما جمعنا في الدنيا على غير أرحام بيننا. فهكذا تكون عندك مسيرة عطاء، ومسيرة العطاء عندك لا تتوقف، في الدعوة لا تتوقف، في نصح الناس لا تتوقف، في تبليغ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، في طلب العلم لا تتوقف. هكذا مسير دنياك، ودائما تطمح إلى المعالي، لا تقنع بالدون. بعض الناس خلاص أنا الحمد لله انتهيت، وهذا شيء ده كبير، شيء الحمد لله أنا انتهيت من المعهد. لا، همتك عالية، صاحب الهمة العالية لا يقنع بالدنيا أبدا، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل. النفس الكريمة، النفس الأبية، دائما تطمح إلى المعالي، إلى العليان. نور الدين محمود رحمه الله تعالى الذي استنقذ 50 مدينة من أيدي الصليبيين، وعد المنبر الذي سيخطب عليه في تحرير بيت المقدس، عد المنبر، ولكن وفاته المنية قبلها. لكن ماذا كان يقول نور الدين محمود رحمه الله تعالى؟ قال كان يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم احشرني من بطون السباع وحواصل الطير، اللهم احشرني من بطون السباع وحواصل الطير. يعني حتى الميتة لا تكون ميتة عادية، لابد أن يتفرق جسده ويمزق تمزيقا ويجمعه الله عز وجل حتى لا يجدوا قبرا حتى يدفنوا فيه. هذا علو الهمة، الشرف، طلب المعالي. وهكذا النفس الأبية حتى في لحظات الموت، هو خالد رضي الله عنه يعني يتأسف عند الموت على المعارك التي خاضها، معارك كثير، ومع ذلك يقول: وها أنا ذا، والله لقد خضت 100 معركة أو يزيد،
وما في جسد الموضع إلا ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم، وها أنا لا أموت كما أموت العير. فلا نامت أعين الجبناء، الواحد منا كثير منا غايته أنه يموت كما يموت العير. لا لا لا، لماذا تموت كما يموت العير؟ ولماذا لا تموت يعني ولك الشرف والعز ان انت تكون فضل الله جل وعلا قائد وحامل المشعل وهادي للمسلمين وناصح لهم؟ هكذا النفس الأبية، النفس الكريم. ولذلك دائما همتك علو الهمة، ده رزق والله العظيم، رزق سلوك. صلى الله جل وعلا ان يرزقنا وياكم علو الهمة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كانت له نفس طواقة، طاقة الى الخلافة فبلغها، ثم طاقة الى المعالي حتى بلغها رضي الله تعالى عنه. كانت نفسه طواقة، لكن ليست طواقة للدنيا، وإنما طواقة للمعاني. وهكذا ينبغي أن نكون جميعا، أن تكون نفس الطواقة، يعني لا تقنع. إذا الناس قنعوا بجزء من القرآن، أنت لا تقنع بجزء. إذا الناس قنعوا بركعتين في الليل، أنت لا تقنع إلا بصلاة في الليل. إذا الناس قنعوا بثلاث أيام، أنت تصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام، وهكذا الهمة العالية. إذا قنع الناس بالصلاة في المسجد، أنت في الصف الأول. إذا قنع الناس بالمعهد، أنت تواصل بفضل الله جل وعلا الدراسة، وتواصل العطاء، وتواصل المزيد. المقصود أن احنا يعني نعيد مرة ثانية التواصل، ونعيد مرة ثانية اللقاء، لأن لا شك عندما نلتقي مع بعض يعني نستعيد يعني في اللقاء لن يكون هكذا كلمات عامة، وإنما إن شاء الله هيكون في هناك دراسة يعني منهجية، أمور جديدة، كتب جديدة أنتم لم تدرسوها قبلا. طبعا لن نتكلم فيها الليلة حتى نرتب مع إخواننا، ونسمع أيضا لو يعني اقتراحاتكم. نعم، نريد أن احنا أن تعطونا كثير من اقتراحاتكم لطبيعة الدراسة في المرحلة المقبلة، وما هي الأوقات المتاحة لكم. احنا قلنا يوم الخميس. أنا أعلم أن بعضكم يكون عنده خطب يوم الجمعة، أو أغلبكم هكذا، أو أغلبنا هكذا بيكون عنده خطب، ولكن إن شاء الله إحنا يعني هيكون ساعة، لكن هذا أولى من منتصف الأسبوع، لأنه اللي عنده عمل واللي عنده شغل واللي عنده كذا، فنحن نريد إن إحنا نكون مع بعض دائما، يعني التخلف لن يكون مسموحا به في المرحلة المقبلة. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى كما اتفقنا هيكون بإذن الله جل وعلا هنبدأ من الأسبوع المقبل، وهنكون إن شاء الله موعد اجتماعنا كل يوم خميس. الخميس المقبل إن شاء الله هنعلمكم بالدروس وأوقاتها، وما هي المواد والكتب ونحو ذلك. ونحن قصدنا أن يكون يعني اليوم هو يوم افتتاحي، نلتقي معا ونتحدث معا، بحيث إن شاء الله جل وعلا يعني نواصل العطاء أو نواصل المسيرة. دائما كما ذكرنا عطاءك لا ينقطع أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى، دائما تكون يعني كما يعني قيل عن حماد رحمه الله تعالى، حماد ابن أبي سليمان، لا تجد إلا قارئ القرآن، لا تجد إلا مصليا، إلا ذاكرا، إلا طالبا للعلم. هكذا أوقات كلها، الأوقات إيه؟ أوقات كلها معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشار الله عز وجل إليه في فواتح سورة المؤمنون، الصفات العظيمة التي افتتح الله عز وجل بها سورة المؤمنون. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وطبعا هذا المقصود، أنا يعني طبعا هذه الصفات بترسم لك أفق، الأفق الأعلى للشخصية التي ينبغي أن تصل إليه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم معدين مراعون، والذين هم على صلواتهم محافظون. من اجتمعت فيه هذه الصفات، وهذا هو الصفات التي ترسم لك الأفق الأعلى لشخصية المسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عند النسائي، قالت كان خلقه القرآن وتلت فواتح سورة المؤمنون، وتلت فواتح سورة المؤمنون. وحري بمن كان متصفا بهذه الصفات، أولئك هم الوارثون. الجائزة لا فقط لن تكون في الدنيا، لأن الدنيا لا تكافئ هؤلاء. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
هذا الجزاء. شاهد من الصفات هذه، من ضمن هذه الصفات، صفات عظيمة تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر، والذين هم عن اللغو معرضون، لغو إيه؟ لغو الأقوال، لغو الأعمال، لغو الأفكار، لغو الخواطر. هكذا شخصية المؤمن، شخصية في منتهى الجد والحزم، ليس عنده أي أدنى أوقات للغو واللعب واللهو، لا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لا، هذه مسالك الكفار ليس مسالك المؤمنين، خليهم يخوضوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لكن المؤمن شخصية في منتهى الجدية، منتهى الحزم والعزم. هو يعلم أنه في الدنيا الأيام في الدنيا معدودة، الأيام في الدنيا إخواني معدودة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ولذلك كيف تصرف هذه الأوقات كلها في الدنيا والانشغال بالعمل؟ العمل نعم مهم جدا أنه يعينك، بس العمل هذا يعينك على طاعة الله سبحانه، كي يعينك هذا العمل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون أن أنت دأبك وهكذا أوقاتك كلها في العمل والشغل وتذهب تنام ويضع عليك صلاة الفجر وتضيع عليك فضلا عن قيام الليل، عشان نتكلم عن قيام الليل، نتكلم تضيع صلاة الفجر تضيع منك قيام الليل. هكذا المعالي وهكذا أهلها يحسبون أنفسهم على هذه المعالي. ولذلك إن شاء الله بإذن الله جل وعلا سوف نلتقي إن شاء الله جل وعلا، يعني حتى نعيد في أنفسنا مرة ثانية ونضع أنفسنا على الطريق، نعم، وطريق العطاء والمواصلة والبذل والطلب. لابد تكون حياتك كلها هكذا، بين جد ودعوة وجهاد وعلم وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى وتضحية هكذا، يعني حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تجد الراحة عند أول قدم في الجنة. لكن تريح نفسك في الدنيا؟ لا. ماذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حياة كلها عطاء عليه الصلاة والسلام، منذ أن نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. منذ أن نزل عليه ذلك حتى رحل من الدنيا عليه الصلاة والسلام، توانى لحظة قام لله عز وجل ولم يتوانى في الله عز وجل، وبذل ما يستطيع، صعد الجبال وصار وقابل الناس في الوفود والمواسم والأسواق، عرض نفسه عليهم، جاهد في الله حق جهاده، قاد الغزوات، قاد الجيوش عليه الصلاة والسلام، وصل الملوك، أرسل للعظماء هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة وفاطمة رضي الله عنها تقول: وكربابتنا ما رأت الشدة في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، صلى الله عليه وسلم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما توفي قالت فاطمة رضي الله عنه إلى يعني قالت وأبتا إلى جبريل ننعاه يعني والجنة وجنة الفردوس مثواه. هكذا عندك القدوة صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن شاء الله يكون معدنا بإذن الله جل وعلا الأسبوع المقبل، إن شاء الله جل وعلا هنكون إحنا رتبنا إن شاء الله الأمور. وأيضا خلال هذا الأسبوع لابد أن تعطونا اقتراحاتكم، سلموا هذه الاقتراحات لأخينا عمر مختار شيخ عمر، تعطون كل اقتراحاتكم في بالنسبة للدراسة وطبيعتها ونحو ذلك، لأنه لابد يكون نحن شركاء مع بعض في هذا العمل. وإن شاء الله جل وعلا حيكون في مع الدروس توجيهات ونحو ذلك، فحتكون بإذن الله. وإحنا نهيب منكم أن أنت بفضل الله جئتنا المسجد البخاري، تعلمت حتى تنقل هذا العلم وتنقل، وحتى تكون في مكانك ناشئا للدين وداعيا وناشئا للسنة، بس أنت تنشر هذا وتدعو هذا بفعالك قبل مقالك، وتنتبه لهذا المعنى، أن تكون فعالك هي الداعية للمنهج الذي أنت عليه وليس المقال. فإن الكثير من الناس يتكلمون لكن قليلا منهم يعملون، فخليك أنت من هذا القليل الذين يتحدث عنهم سمتهم وهديهم ودلهم قبل أن تتحدث كلماتهم. إمام أحمد رحمه الله تعالى كان هكذا، 5000 يحضرون درس الإمام،
الإمام أحمد رحمه الله 4500 لا يكتبون الدرس، فقط 500 يكتبون الدرس والباقي يتعلمون من هدي الإمام أحمد وسمته ودله رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وما سمعنا، صلى الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل عملنا وإياكم كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يختم لنا ولكم بالخير، نجعل عواقب أمورنا إلى 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 خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.